Your Excellency, صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. Your Excellency, السادة Mahmoud Abbas, السيد محمود فخامة رئيس دولة فلسطين. محمود عباس فخامة الرئيس. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان. السيد الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن. السادة السيد فخامة رئيس الوزراء السيد مصطفى مدبولي. السادة الوزراء والسادة العمداء والسادة الأجلاء الحضور، السادة الزملاء، السيدات والسادة الأصدقاء، مساء الخير لكم جميعا. مساء الخير. أولا أود أن أشير إلى أهمية الشراكة العظيمة مع حكومة مصر العربية، وهذا في المنتدى الحضري العالمي والتي استضافت في هذا المنتدى، والذين لم يزدخروا جهدا في أن يخرجوه بهذا الشكل، فشكرا جزيلا لكل الذين نظموا هذا المنتدى لنأتي إلى هنا اليوم. ولا بد أن أقول أن فخامة الرئيس أنني أشعر أنني في بلدي هنا. ثانيا أود أن أذكرنا جميعا بأهمية المنتدى الحضري العالمي، فأنه قد ثبت من الأمم المتحدة والجمعية العامة منذ 23 عاما في عام 2001، وفقط على هذا المنتدى أن يكون المؤتمرا الدوليا لكل أصحاب المصلحة أن يأتوا وأن يشاركون الأفكار. وبعد ذلك قد أيضا عرف عن هذا المنتدى أنه أحد أنه أهم المنتديات التي تهتم بأجندة المدن الحضرية، وأيضا لالتزامنا بالحضر بالتنمية الحضرية. ولا بد أن أشير أيضا إلى أنه هناك اهتمام عالمي حضري في المجتمعات الحضرية بهذا الموضوع منذ نشأة هذا المؤتمر ومنذ أوله. ولا بد أن أشكر أنا بجوكا من سبقتني، وهي لقد أنشأت هذا المنتدى، فلا بد أن نصفق ونحييها. ومستر جوان كلو ومنشري، لأنهم حافظوا على هذا المنتدى العظيم للمجتمعات الحضرية العالمية، فإن منذ أعوام لقد جذب هذا المنتدى كثير من أصحاب المصلحة ومن قطاعات مختلفة، الناس والمؤسسات الذين يهتمون بمستقبل هذا الكون قد وفهموا كثيرا الدور المهم الذي تلعبه المدن في تعريف الدور الذي نقوم به تجاه هذا الكون. شكرا لكل المشاركين هنا سواء بالحضور أو أونلاين، لأنهم انضموا إلى هذا المنتدى من جميع أنحاء العالم. لقد اشترك معنا أكثر من 182 دولة، والتي تمثل 5 رؤساء و72 وزير و51 نائب للوزير، وأيضا 96 ممثل المجتمعات المحلية. فأنتم تجعلون من هذا المنتدى ما هو الآن أن يكون منتديا عظيما وقويا، وأن يحقق الاتصال والتواصل، وأن يحقق التغيير والتحويل في مجتمعاتنا الحضرية. السيدات والسادة الأصدقاء، نحن قد وصلنا بالفعل إلى خطوة مهمة جدا في رحلة هذا المنتدى، فإنه أكبر منتدى في تاريخه. لقد شهدنا تطورا عظيما وأصبح مرئيا للجميع، وأنا أيضا أعتقد أن هذه الضخامة لهذه المنتدى في هذه المرة أنه يحدث في القاهرة، هذا المكان المملوء بالحضارات وبالتاريخ، وأنه أيضا لديه قيم اجتماعية واقتصادية كبيرة. وأيضا إن مدننا تنظر إلى المستقبل وإلى التكنولوجيا وتفهم أهمية الأرض والمدن. حقا
إن المنتدى الحضري العالمي هو من أهم أصولنا في الأمم المتحدة، وأيضا نحن نجتمع جميعا على هذا، وأننا نلتزم تماما أن نحافظ على هذا المنتدى ونجعله أيضا أكثر قوة، وأن يكون عمودا أساسيا للتنمية الحضرية لحتى عام 2029، وهو أيضا يحقق ويواجه التحديات مثل الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وأيضا وأن يكون هناك تنوعا في كثير من القطاعات وللأزمات الإنسانية ولهؤلاء الذين لا يجدون منزلا، وأن نوفر لهم المسكن. وأيضا نحن نضع ميثاقا للمستقبل وإننا منذ شهرين في نيويورك وفي جمعية الأمم المتحدة، فإن ميثاق المستقبل اهتم بأجندة المدن الحضارية وأهمية ذلك وأهمية تدخل الحكومات المحلية، وأيضا ناقش التحديات الخاصة بالتكنولوجيا وبالرقمنة والتي تتصل بجهودنا، وأيضا في أنها تتيح التواصل بين شعوب هذه المجتمعات، وأن هذه المجتمعات الحضارية وأيضا يمكن أن نكون لها موضوعا مركزيا بالنسبة للتمويل، وأن لابد أن يتم نقل ذلك إلى الأجيال القادمة، وأنه من المهم جدا أن نشكل المستقبل، فإن هذا المنتدى الحضري العالمي هو أجبر المؤتمرات في الأمم المتحدة الذي يحقق هذه ميثاق المستقبل، ونحن هنا يمكن أن نحدث تغييرا كبيرا وأن ندعم تطبيق هذا الميثاق، فإن نتائج الجلسات في هذا المنتدى والتي بها إعلان القاهرة، وأن يكون هناك لقاءات وأن نصل إلى رسالة إلى الإجراءات، إلى كل المسؤولين للإجراءات المحلية، فهذا تحالف الآن ليس فقط لمواجهة التحديات، ولكن لأن نسطع كمجتمعات مدنية. شكرا لكم.